الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم الموضوع عن أسلاك الملفات الحثية، طريقة تحويل قياس من مليم إلى دوزيم. طبعا بالمناسبة وحدة قياس الدوزيم عندنا بالعراق ما مستخدمة، يعني ما دارجة عندنا، بس أكو دول يتعاملون قياس الدوزيم. الدوزيم شنو قياسه؟ هنا عندنا نرجع على السلسلة اللي رسمناكم إياها، يعني عندنا هذا الخط مع التدريج مالتنا، عندنا من الصفر للصفر الأول قلنا 50 يعني نص ملم، 0 50 زين. يعني إذا كملنا الدورة الثانية 0 50 راح يطلع عندك كليته 1 ملم، هذا كله 1 ملم. هنا شلون نحول الملم إلى دوزيم؟ الدوزيم يساوي لنا 0.10 من الملم، يعني هذا راح يصير عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زين، معناته هذا 10 دوزيم. فإذا كل 10 خطوط تعتبر 1 دوزيم. يعني مثلا نرجع على جدول مالنا، مثلا عندنا 0.70، هذا 0.70 ايش قد يعادل بالدوزيم؟ تقسيم 10، وراح يساوي لنا 7 دوزيم، وهكذا. اذا ناخذ 0.65 تقسيم 10 راح يساوي لنا 6.5 دوزيم، وهكذا. يعني الفكرة واضحة بأنه هذا القياس الدوزيم كل 10 تدريجات، يعني عندنا مقسم على 5 5، كل 10 تدريجات تساوي الدوزيم، يعني الواحد مليم يساوي لنا 10 دوزيم. واضح؟ فهاي طريقة التحويل بين الدوزيم إلى مليمتر، حبينا نوضحها بصورة صحيحة. وشكرا لكم وتحياتي لكم.